تابى تركيا أن تتراجع هذه المرة عن تنفيذ منطقة آمنة في شمال سوريا، وأن تتوه في التفاصيل مع الجانب الأمريكي الذي أوقف فيما سبق مشروع خارطة طريق في منبج لأشهر طويلة كان قد تم الاتفاق عليه بين الطرفين. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عاد ليؤكد بأن أنقرة لن تنتظر الموافقة الأمريكية على تنفيذ عملية عسكرية على الحدود في سوريا، وأن بلاده ماضية بإنشاء منطقة آمنة بشكل منفرد في حال عدم التوصل لتفاهم مشترك مع الولايات المتحدة. أكار يرى بأن تركيا هي الدولة الأنسب وصاحبة القوة والقادرة على ضبط المنطقة الحدودية في سوريا، وأن تدخل بلاده يجب أن يفضي إلى نزع الأسلحة من ميليشيا قسد وإخراج عناصرها من المنطقة الآمنة. وعلى ضوء التعزيزات العسكرية التي تصل يوميا إلى الحدود التركية السورية، لا يبدو أن تركيا تود أن تعيد سيناريو منبج مع الأمريكيين، خصوصا وأن مسؤولين أتراك اتهموا أكثر من مرة الولايات المتحدة بالمماطلة والالتفاف حول إجراء خطوات عملية بشأن تحقيق الاستقرار في المنطقة الآمنة التي حددتها تركيا بعمق 30 إلى 40 كيلومترا داخل الأراضي السورية.